السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا هاد الخيرات في الأربعاء السويلة في مراكش، نوريوها لأحبابنا الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى قبل المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. عيالات رجال بنات ولاد كبير صغير، واللي كان اول خطره شاف قناه زيتون المرجان ما ينساش يشارك معنا في قناه زيتون المرجان وبارطاجيو كما قال مول البلوط، كما قال بارطاجيو مع الحباب تاعكم الى عجبكم الفيديو تاع قناه زيتون المرجان، حيت الخيرات موجوده هنايا في الاربعاء السويلق بمراكش. كي تشوفوا تبارك الله هاد الخيرات. بشحال صديقي بعتي هاد الخير؟ 140 جوج ب 300 160 140 الخيرات موجوده. كاين اللي ما صابش بطاطا ياكلها، وكاين اللي جا عنده ضيف تيشد راندي فوق عاد يجيبوا لي ياكل، وسوير تيجيبوا لي ولا ما يجيبوا لي. هاد الخيرات تبارك الله في المملكه المغربيه. 140 البنان خضر به المرقى، الخيرات موجوده كما تشوفوا. خضر به المرقى يدينا 150 درهم. ها؟ قولها لهم قولها لهم. الحمد لله المملكه المغربيه الخيرات موجوده، وتيقول هاد 40 ريال والبلوطي 24 ريال. تبارك الله الخيرات، تبارك الله الخيرات موجوده في المملكه المغربيه. البان اللي عنده ياكل، اللي ما عندوش ياكل 7 دراهم 8 دراهم 9 دراهم. تبارك الله الخيرات موجوده هنايا في المملكه المغربيه. احسن بائع بلوط في العالم هو هذا. كل عالم العالم كما قال هذا صديق تاعنا تيداوي تيداوي. كاين البلوط طيب وكاين البلوط خضر كما تشوفوا معنا هنا في الاربعاء السوي هنا في مراكش. تبارك الله الخيرات زينه. عندك الدراس كون ما عندكش الدراس كون؟ لا دابا الخيرات تبارك الله. وقع الميدوق الى لقيتي واحد حرض ريحه الثلاجه تيداوي. شحال هاد؟ شحال هاد؟ 1000 فرنك فيه 96 فائده. تطول الحياه يقصر المشطاش يسكن بشراتي حيد القصره. تبارك الله وفيشا. تبارك الله زيدنا معلومات والفلوس قلال وزيدنا الخيرات موجوده الحمد لله. ما تقول حتى شي هضره خاويه. تيداوي 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 دوك صعب هذوك. ها نعم قول هذا وقول. وهذا بشحال؟ هذاك 140 160 120 180 180 80 لا 80 خاصها عاوتاني 100 بزاف. 10 دراهم الله يسهل عليك. 60 فائده. هذا الرجل توقف في الاربعاء السويله من مراكش تبارك الله. لا فوكا وهاد الكاكي كما تشوفوا تبارك الله هنايا في الاربعاء السويله من مراكش الخيرات موجوده كما تشوفوا الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. بسم الله. شحال هاد الكاكي يا صاحبي؟ شحال هاد الكاكي؟ كاكي 15 راني حلو ماشي ذاك المبلح. حلو حلو هذا ماشي ذاك اللي كيكون مش الفم هذا، هذا كيتسمى مكازي هذا. هاك ماشي بركة. بسم الله جاك خير. شكرا لك. كما قلنا 15 درهم وهاد لافوكا. تبارك الله الخيرات موجوده في المملكه المغربيه كما قال هذا السيد. هذا حلو زوين منين هذا؟ والله ما نعطيك خبر. تمشي غير المارشي الحاج نسوق وتهز نمشي انا مراكش ما كنمشي شي بلاصه. اسمي قناه الشركه اللحيه الزيتوني مرجان. الزيتوني مرجان اييه. كما تشوفوا هذا الرجل طيب هنايا. وكان عندك الفريزه هذيك السيمانه وهاد السيمانه؟ السيمانه ما سوقتش ما مشيتش للمارشي مع الصباح. ياك ما مشيتيش؟ على بزينه هذه راجل. شحال الكاكي يا خويا؟ الكاكي 300 خويا. طلب الله ييسر لك الامر تاعك ولينا وجميع المسلمين. كي تشوفوا هذا مول الزيتون في الاربعاء السويله بمراكش الخيرات تبارك الله. كي تشوفوا الخيرات موجوده هنا في الاربعاء السويله بمراكش. هذا الصديق تاعنا تبارك الله عنده جميع الالوان تاع الزيتون تبارك الله، الحار الحلو الابيض الصفر كما تقولوا الاحمر الخيرات المصير هذا الحار تبارك الله. هذه الخيرات بشحال الكيلو صديق تاعنا؟ هنا الكحله ديالها 40 ريال بيو ما فيهاش السودا. ما فيهاش السودا؟ وهذه دايره 320. كاينه السلعه اللي مخلطه فيها السودا وكاينه السلعه اللي ما فيهاش السودا.
هذا اللي كان هذا الصديق تاعنا قال لنا هذا 2000 فرانك 20 درهم هذا 16 درهم كما تشوفوا بالعظم او بالعظم وبالحار او بالحار او المقرد او كيما السلامه ورحمه الله. وهاد الحار وهاد الحامض شحال هاد الحامض كاع ثمن واحد كلهم دايرين ثمن واحد وهاد القريعه تاع الحار بانوا لي 7 دراهم هادشي عادي طبيعي طبيعي طبيعي. هاد الرجل هنا في الاربع سويله بمراكش مع موالين الفواكه دير سي بخير نشاط لاباس عليك امين يا ربي علاش يدوم الغبره وحنا خاصنا نكونوا مع احبابنا قديمة ياك بخير نشاط الله يحفظك. وشحال هاد التفاح اليوم؟ اليوم 160 ما عندكش التفاح الاحمر؟ لا هذاك الاحمر 160 بحال غلا شويه ب 12 درهم لا ما غلا 12 درهم باش كاين 11 درهم 12 درهم وشي حاجه ماركه تاعت المرشد امين راه كاينه حالات الشتاء هنا راه الجو تاع الشتاء اياه اللي بان ليا انا سبحان الله اللي خلق ونشا وهاد البنان بشحال بعتي؟ البنان ما مغليش؟ لا الناس عندها الكربون كاين الكربون اللي عندهم كربون عندهم كربون عندهم كربون هذه تاع الفريكو ياك صغير خاصه باش نتفاهموا مع الحباب تاعنا كما تشوفوا هذا الصديق تاعنا راه ديما تيكون في الاربع السويلق بمراكش ديما صديق تاعنا وصديق القناه تاعتنا تحياتي ليه وتحياتي كل الاحباب تاعنا في المكان وداخل الوطن او خارج الوطن كبير صغير احباب تاعنا الله يسهل لك هذا البنان 160 تبارك الله الخيرات موجودة في الأربعة السويلة بمراكش وهاد الليمون شحال داير؟ 4 دراهم 4 دراهم وهاديك التفاح؟ تبارك الله في الأربعة السويلة بمراكش خيرات موجودة شحال هاد الخيرات؟ 70 باش تتبيعوه؟ غاتنقص ولا تبقى ب 70 وتبدا معود الله يسلك تبارك الله مهنا هذا الرمان غير من مراكش من ملان وهنا قليل صراغنا هنا الخيرات موجوده الحمد لله شحال هاد الخيرات 140 ياك كما قال لنا هذا الرجل هنا في الاربع السويله بمراكش 160 وجوج ب 300 تبارك الله الخيرات موجوده هاد الخيرات تنوريو الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن حيت كما قلنا اللي كاين ما صافش بطاطا ياكلها او لا جا عندو ضيف خاصو رانديفو وحنا الخيرات تبارك الله موجوده هنا في المملكه المغربيه هاد الخيرات تنوريوها للجاليه المغربيه والناس مالين المدن الكبرى وكاع حبابنا في المكان وداخل الوطن او خارج الوطن كي تشوفوا تبارك الله الخيرات موجوده قلتي 160 وجوج ب 300 و7 دراهم ما كاينش كاين 7 دراهم كل سلعه على حسب السلعه على حسب الجوده اللي في السلعه تبارك الله كما قال هذا الصديق تاعنا على حسب الجوده اللي في السلعه تبارك الله الخيرات موجوده شحال هذا شحال الخيرات واخا غادي تكملي بالماكله احلى الكلام ديالك ياك شحال هذا شحال 140 وهذا 160 تبارك الله كان التفاح هذا 160 تبارك الله التفاح زين تبارك الله تبارك الله هذه الخيرات هذا 160 تبارك الله تبارك الله الخيرات موجوده هنا في الاربعاء السويله مراكش كما قال هذا الصديق تاعنا هذا 140 وهذا 160 تبارك الله تاع 11 درهم و12 درهم كي تشوفوا فيه 160 8 دراهم وهذا ب 7 دراهم وهذيك البيضه بشحال 140 تاع هي 7 دراهم الاخرى ب 4 دراهم الخيرات موجوده كيما تشوف اللي بغى شي حاجه تياخذها موجود الخيرات تبارك الله ما تيشدوش البون ما تيشدوش البونات الخيرات موجوده ما كاينش البون ما كاينش هز هذاك الشيء اللي بغيتي حط هذاك الشيء اللي بغيتي كل هذاك الشيء اللي بغيتي ماشي كيما تيشدوا البونات
لا بغى غير رابع الحمولة جا عندو ضيف يشتبون. الخيرات موجودة في المملكة المغربية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.